اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين متابعينا على قناه كويت سبورت، من جديد معكم في برنامج سبورت ستارز. هذا البرنامج اللي نستضيف من خلاله نجوم وابطال رفعوا اسم الكويت في المحافل الدوليه والعالميه في مختلف الالعاب. نجمنا اليوم يبعث فينا دائما الامل وتحقيق الاحلام بانه ليس مستحيل، الكابتن طارق القلاف. نقول لك مساك الله بالخير، وايضا كل عام بخير ومبارك عليك الشهر. يعرف فيكم، مشكورين على هذه الدعوة، ونتشرف نكون معاكم في هذا اللقاء، وبارك حق السادة المشاهدين، وبارك حق القيادة السياسية والرياضية والكويت والدول العربية والإسلامية. مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عد الله علينا بالله من البركات إن شاء الله. كابتن طارق، يعني دائما يعني اللقاء هذا يعني أنا شخصيا أتشرف فيه، لأن إنجازاتك وعطاءاتك مستمرة منذ مدة طويلة، يعني وإحنا نشوف يمكن اسمك متكرر في رياضة المبارزة للكراسي المتحركة. لكن نتكلم دائما نحن في رمضان وأجواء رمضان، نتكلم عن كابتن طارق، شنو يعني لرمضان، شلون يقضي رمضان عادة، يوم يأتي رمضان شلون قاعد يقضي رمضان سواء في رياضته وأيضا مع أهله. أنا اللي أعرف أن أغلب الوقت خارج الكويت وفي البطولات. والله شوف، برمضان يعني يكون في يعني يا في مشاوير الصبح، او يكون ساعات يكون ولا في تمرينات صبح الصباحيه، دائما احرص عليها تقريبا من الضحى لغايه اذان الظهر. وبعدها نتجهز، ارد البيت اتجهز حق راحتنا حق اوقات الفطور. وبالنسبه حق اذا كان في مثلا مشوار بعد التمارين ولا شيء، اخلصه وارجع، يعني دائما يكون في تمرينات. وبعد الفطور نفس الشيء، يعني برمضان روتينه وايد حلو. روتينه وايد حق التمرينات وايد حلو، ووايد انك لما تحط برنامج مع الجهاز الفني والعمل الجماعي يكون يعني له نكهه ثانيه. كابتن طارق، اذا بنتكلم عن يعني مشاركات، انت لك مشاركات عديده، هل تحس نفسك قضيت رمضان اكثر بالكويت ولا خارج الكويت؟ لا، برمضان في، شوف الوقت قبل الاخير كنت برا الكويت، لكن الفتره هذه أو إذا كان مثلاً بطولة يصادف برمضان نحرص على روحنا بس وقت البطولة. نخلص البطولة ونرجع. بالنسبة حق المعسكرات لا، نحاول كثر ما نقدر أن نخلص على أساس أنه لا يضيع علينا أيام رمضان. فبالتالي مثل ما تقول، يعني في أوقات ساعات تكون بطولة أوقاتها أول رمضان أو نص رمضان أو آخر رمضان، ولكن نحرص على أن احنا نروح بس أوقات البطولة ونرجع مرة ثانية. العلاقات الاجتماعية، ومثل ما يقولون وما أدراك العلاقات الاجتماعية، في إفسادها للرياضيين في خصوصا في شهر رمضان، هل تعوقك يعني بزياراتك لأهلك، مثلا الأحبة الأصدقاء؟ في ناس يعني حريص على أنه يتواصل أيضا مع الناس، فتكون زحمة هذه الزيارات تفسد عليه جدوله اليومي، أو نقول التمارين اللي هو يحرص على أنها تكون موجودة في رمضان. والله شوف، برمضان إذا ما تطلع بعد الفطور مباشرة ما راح تلحق توصل حق نص تمرينك. صحيح، لأنه وايد زحمة، فبالتالي أنت تنسق أمورك بعد الفطور، متى تطلع. تنسق وقتك، وبنفس الوقت بعدها يكون في مثل لمة أهل، زيارة أهل أول أيام طبعا. وبنفس الوقت في العشرة الأواخر طبعا أكيد كل ملتزم في العبادة وملتزم في مثل المسايد أو الأعمال اللي يسويها وكذا، فتلقى مثل ما في تمارين مكثفة وايد، خلاص يكون في راحة لبعد العيد. فبالتالي عفوا تخلي مثلا بالفترة الصباحية، يعني بالنسبة لك التمرين يكون في الفترة ما بعد الفطور، إذا ما كان ترتيب الوقت معناته ما راح تلحق ما راح تلحق أي شيء، خصوصا بالكويت الفترة الأخيرة هذه قاعد نشوفها من الزحمة وزيارة الناس وروتينهم الحلو اللي يحبون يطلعون في الأوقات هذه. يعني حتى لو ما عندك مشاوير، لكن يمكن يستمتع يطلع بالأجواء الرمضانية هذه. وبعد التمارين بالليل، يمكن خلينا نقول يمكن بعد العشرة أو عشرة ونص، خلاص يكون في لمة بعد بالبيت مع الأهل أو الأصدقاء، أو تحديد أيام معينة مع أصدقائك بالديوانية ولا مكان تقعد يعني معهم. أبو محمد، بطولات لعبتها وايد في يعني رمضان، خلينا نتكلم عن يعني أبرزها برمضان من البطولات، أيضا هل صادف يعني في كانت استحقاقات قوية أو نقول معسكرات مهمة كانت تتزامن مع رمضان؟ أي مثل ما قلت لك، إذا كان في مثلا بطولة نلعب بس البطولة بس، ولكن صادف مرة عندنا بطولة بكين أولمبيات 2008. كنا في معسكر ماليزيا ودخلنا الغرية الأولمبية أول يوم رمضان، فمضطرين إن إحنا نكمل الأيام يعني نص رمضان لغاية دخولنا في الأولمبيات، لغاية ما يخلصون بقية اللاعبين يعني. فبالتالي طبعا أكيد يعني صادف لنا معسكر برمضان بدايته من أول يوم لغاية تقريبا
أول أسبوعين من رمضان. طبعاً أكيد هذه البطولة ويعني أيضاً وقت المعسكرات اللي تصادفت رمضان وفي ذكريات، يعني خلينا نتكلم أبرز هذه الذكريات اللي لا زالت مع كابتن طارق، شنو كانت الذكريات اللي جميلة أو حتى لو كانت يعني مواقف تشوفها كانت مضحكة بس ظلت عالقة بذاكرتك من خلال شهر رمضان؟ والله شوف المواقف يعني تصير وايد مواقف يعني مع ربعك مع لاعبين، إذا كنت في معسكر أو كنت في بطولة مع لاعبين دول العالم مثلا يعني أحد المعسكرات أو أحد البطولات يعني بوقت غير لاعب بوقت غير لو نحشت فيها وأضخم لاعب بالعالم إيطالي غيله بتر مقصوصه قبل لا ياخذ شاور، طبعا علقها على الطوفه وبدش ياب ياخذ شاور وخذت اخذت غيله وحطيتها على شتفي ونحشت فيها، شفت طلع علي ويلحقني بالفوطه القلاب ما يلق عشان اقول لك غيلك اخذها. طبعا هذه اكيد تخلق اجواء جميله وهذا تبين يعني ايضا ان الاسره الرياضيه واحده حتى وان اختلفت نقول الجنسيات وايضا الثقافات. نتكلم اخيرا كل واحد في رمضان المائدة مغرية، هل كابتن طارق حريص على الأكل والوزن بالنسبة لك مهم؟ وإذا كان في إغراءات في الأكلات في رمضان شنو اللي يغري كابتن طارق على السفرة؟ والله شوف السفرة إذا موجود أكل طبعاً أكيد بالبداية القيمات تشرب مثلاً ماء أو إحدى العصائر الموجودة ولا شيء، لكن أنت تسوي كنترول على نفسك إذا في كان في تمرين عندك بعد الفطور مثلاً تحرص أنك ما تأكل وايد. طبعاً متعود ان انا لما باكل ما راح اشبع وايد يعني لكن ممكن ان اقوم اكمل بعدين يعني مثلا وقت السحور ولا شيء ممكن اني اكل يعني لكن اهم شيء انه قبل التمرين لا ما اكل وايد. في اكله مشهوره فيها ببيتكم؟ اي فيها اكيد. شنو هي؟ عيش ودياي. طبعا دائما يكون هناك اجواء جميله في رمضان لكل لاعب، ولكن اعزائي المشاهدين نتابع مع بعض هذا التقرير الخاص في الكابتن طارق القلاف ولنا عوده للحديث اكثر مع نجمنا اليوم. لعل النجاح هو أمنية كل رياضي، وهو أمر يتحقق في حال ما حصد المرء ألقاباً في ميدانه الرياضي، إلا أن التميز المقترن بالنجاح يمثل بلا شك درجة أرقى وقل من يظفر بها. لكن ضيفنا في هذا المساء النجم من ذوي الاحتياجات الخاصة طارق القلاف هو أحد الحائزين على تلك الدرجة. عانى النجم طارق القلاف في بدايته من مرض شلل الأطفال، إلا أن ذلك لم يحبط من عزيمته، بل وكأي شخص طموح يسعى لتحقيق آماله وأهدافه التحق نجمنا بنادي الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة وهو النادي المخصص لهذه الفئة، ومارس لعبة المبارزة التي عاشقها منذ نعومة أظافره، واستطاع تجسيد المثل القائل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ليشق طريقه الحافل بالنجاحات والإنجازات. القلاف سطر العديد من البطولات والألقاب في مسيرته التي امتدت لأكثر من 30 سنة، ما جعل منه نموذجاً يحتذى به من قبل بقية الرياضيين والطامحين نحو أهدافهم. كؤوس عدة وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وصل عددها لأكثر من 350، دونت اسم نجمنا بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة الكويتية، وكل ذلك جاء نتاجاً لمحطات عديدة ومنافسات متنوعة خاضها على ميادين مختلفة، فبداية من البطولات المحلية ومروراً في البطولات القارية وتحقيق لقب بطل آسيا ووصولاً إلى الاحتراف في الولايات المتحدة ومقارعة أبطالهم وحصد بطولاتهم، سيرة ممتدة مليئة بقصص الكفاح والنجاح. وفي حوارنا اليوم سنسعى لتسليط الأضواء على أهم المحطات والألقاب لبطلنا، فكونوا معنا. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين من جديد مع الكابتن طارق القلاف نجم المبارزة للكراسي المتحركة. كابتن طارق، يعني دائما البدايات تكون في لها قصص غريبة، احنا شفنا مع بعض هذا التقرير
الإنجازات والإرادة اللي حضرت معك، لكن نتكلم عن البداية كابتن طارق، يعني الألعاب متنوعة حتى لأصحاب الإعاقة، شو اللي خلاك تتوجه للكراسي؟ وهل كان في لعبة قبل المبارزة اللي لعبتها أو فكرت أنك كنت تلعبها؟ لا والله ما فكرت ألعب أي لعبة قبل المبارزة ولا أثناء المبارزة ولا يعني بأي وقت من الأوقات. حاولوا كذا مدربين بس ما رحت، أساس أني أنا حافظ على لعبتي. وسبب دخولي لها كنت عند قصر الملكة بريطانيا بعد علاجي بلندن. فزرت القصر، كان أشوف الملكة تبي تدخل القصر. شفت الخيول حرس الشرف والسيوف وكذا، فحاولت أني أتعبث لكن في مسافة بعيدة بيني وبينهم. فما قدرت أوصل يعني. فظليت أثناء زيارتي ورحلتي عند القصر، بعدين رجعنا الفندق وطارت الأيام ورجعت الكويت. أول كان روحتي للنادي في 82، كان معي أخوي هاني الكبير. دخلنا نادي المعاقين وشفنا النادي واللعبات كلها، واستقبلونا المشرفين اللي كان ذاك الوقت متواجدين، أمثال الله يذكره بخير أستاذ عبد الله ثنايا الغانم. اللي كان من الإدارات الحقيقية اللي كانوا فعلا الواحد يعتز فيهم، وبنفس الوقت تطوروا تطور كبير مع العم يوسف عبد الرحمن المزروعي. وبنفس الوقت خذت جولة بالنادي وشفت النادي، ويوم وصلت حق صالة المبارزة شفت اللعبة تذكرت الموقف اللي صار معي عند قصر الملك اني بتعبث بالسيوف وكذا كذا مع حرس شرفها، ودخلت النادي على طول بهاللعبة هذه بس بعد ما غيرت. طبعا اكيد حتى يعني المسيرة الحافلة هذه في شخص يعني مع طارق كان من السبورت الدعم، يشجعه العب استمر، لان دائما حتى اي واحد في بدايته باي رياضة تيلة فترات ممكن يحس ان الهمة بدأت تطيح، فيكون هذا الداعم سواء معنويا او حتى يعني ان كان ماديا في يحط الحوافز او بالكلام حتى. منو الداعم حق كابتن طارق في بداياته؟ والله شوف اكيد من طرف الاسره يعني. اكيد الاسره ونفس الوقت الداعمين والمسؤولين اللي كانوا في عوائل كويتيه، في جهات شركات، في مؤسسات دوله، في اشخاص على مستوى شيوخ، على مستوى عوائل، على مستوى اصدقاء، على مستوى اخوان، الكل اللي يدعمك في مسيرتك الرياضيه. يعني ماكو واحد ما له دور، الكل له دور بالموضوع هذا. هل الكويت الحقيقه اللي قاعد اصادفهم برا اللي يعني يكفنهم هم يعني مستانسين وفرحانين بالانجاز اللي قاعد يتحقق، هذا اللي يخلينا موجودين احنا في رفع علم الكويت. كابتن طارق اكيد ما شاء الله يعني مسيره طويله وحافله، ومروا عليك مدربين. المدرب اللي كابتن طارق يوم يسال ما انت اليوم فيه من انجاز يقول يشير لأن هذا هو صاحب الفضل مع كابتن طارق، هو اللي عمل كابتن طارق القلاف. من هو من المدربين؟ شوف بالنسبة حق الموضوع المدربين، كل مدرب له دور. يعني كل مدرب موجود من بداية تأسيسي مع المدرب العربي الكابتن حسين أباظة لغاية المدرب الحالي اللي هو مدربي في الولايات المتحدة الأمريكية كابتن ميكي، كل المدربين اللي مروا علي لهم دور، كلهم حققت معهم إنجازات. لكن في فترة التواجد المدرب الكابتن أحمد سعد والكابتن يونس المشموم، طبعاً هذه كانت أكبر فترة طويلة معاهم، وتحققت وايد كم هائل من الإنجازات معاهم. الاستفادة أكثر كانت مع يعني المدربين الاثنين اللي ذكرتهم الآن. تكلم يعني لاعب دائماً عنده ترى تحضير ذهني وتحضير بدني. لعبتكم هل لها ايضا يعني ضروره في التحضير البدني بعيد عن التكنيك وبعيد عن الاستراتيجيه اللعب؟ نعم، شوف بالنسبه احنا كذوي احتياجات خاصه على الكراسي المتحركه المبارزه، يعني في معلومه ان احنا لياقتنا لازم تكون يعني بالنسبه للجزء السفلي لغايه فوق بدنيا اقوى من الاسوياء. هذه مطلوب منك انك مطلوب يكون عندك بالضبط تقويه والتحضير بدنيا لهذه اللعبه. لهذه اللعبه ليش؟ لان انا تحكمني مسافه بيني وبين اللاعب، يعني انا ما اقدر اوقف لما نحط لمسه او تنحط لمسه علي. صحيح. اما لا بالنسبه حق الاسوياء لا، عندهم مارشي ومبي، وممكن هو يحضر تحضير يريح ايده ما يحركها الا لما يقرب حق اللاعب بالمنافسه. اما بالنسبه لنا لا، احنا تحكمنا المسافه، ما اقدر اوقف، لان ساعات من الاخوان اللي صح يلعبون معانا ايدهم تتعب. ليش؟ ان لياقتهم اقل من لياقتنا.
طبعا معلومات جميله ودقيقه. نتكلم عن الجانب الذهني في الموضوع ومدى تاثيره في لعبتكم. طبعا لازم تكون انت مركز باللعب، ما في شيء مشوش عليك، بس وقت يكون الهدوء اثناء التحضير. نعم. وبنفس الوقت يعني مو الهدوء اللي صمت يعني، لا احنا نقصد، ما انا اقصد كابتن طارق ما قبل البطوله، يعني اذا كان مثلا باكر البطوله هل يفترض انه خلاص بعيد طبعًا عن طبعًا الامور؟ كل نعم. الكل كل كل شيء تبي تسويه كانه امتحان عندك، شيء طبيعي انك انت تكون يعني مرتاح، ومدربك اللي حواليك شلون يتعامل معاك، وين تقعد، وين تروح، شنو تاكل، هذا شيء طبيعي يعني. نعم. تعودنا على يعني عارفين نتيجة الأشياء اللي أنت تسويها قبل التمرين وقبل اللعب. نعم. موجودة يعني، لازم تسويها يعني. يعني ما يصير باكر عندك مباريات أنت اليوم تتمشى لي بمجمع، صحيح، تتمشى لي بسوق، أو تحتاكل لي أو سهران أو أي وجبات. نعم. سريعة ولا كذا، لا، في شيء يعني من التغذية، من وجودك بأي مكان، من راحتك، من ذهنك، من استماعك، من تلفونات اللي تيلك مثلا. نعم. كذا دوافع مشجعة مثلا، اتصالات، او ان الاشخاص اللي تقعد معاهم، وقت النوم، المكان اللي انت فيه، البيئه اللي انت فيها. نعم. هذا كلها دوافع انك انت تكون مرتاح حق مباريات. سجل حافل، ميداليات عديده وملونه وكؤوس، لكن اذا يسال كابتن طارق القلاف اغلى انجاز مر على كابتن طارق؟ والله شوف، كلهم انجازات لهم اعتبار بكونهم باسم دوله الكويت، لكن في اشياء مميزه تكون بين اللاعب وبين الحدث نفسه. نعم. او بين اللاعبين طبعا، اكيد كاس العالم، وكاس افضل لاعب، حصولي على كاس افضل لاعب بالعالم اللي. نعم. استلمته في ايطاليا، كاس العالم اللي اخذته من اللاعب الصيني. نعم. بالنهائي، والحمد لله الله وفقني فيه، ويوم 25 فبراير تزامن مع العيد الوطني. يعني يوم تزامن مع الاعياد الوطنيه كاس العالم وحصولك على افضل لاعب، كنت راسم رسمه لهدف انك تحصل على هذا اللقب؟ انا لاعب اكيد متجهز على اساس اني ادش البطوله للفوز. نعم. ما مو بس للمشاركه. ليش؟ لان تجهيز للبطوله والمصاريف والاحتكاك وتجهيز المدربين الموجودين والستاف الموجود معك، اكيد انك انت راسم انك انت توصل للنهائي وتلعب للفوز. نعم. لان شيء في بلد، في وطن، في شعب، في. نعم. محاسبه، وفي روحك الوطنيه تجاه الحدث اللي انت رايح له. نعم. وبنفس الوقت مثل ما تقول ترايح حق الفوز، والحمد لله الله وفقني بيوم 25 فبراير كاس العالم، ويوم 26 فبراير تزامن مع يوم التحرير حصلت على كأس أفضل لاعب بالعالم بالتصنيف العالمي الأول. وقت التتويج ما أخذتك الذاكرة في بدايتك؟ يعني هل كنت تتوقع أنه بيوم أن تحصل على هذا اللقب؟ وقت التتويج أنت قاعد تسمع سلام الوطني، تتذكر الأشياء هذه لما تودي الكأس، شعور جميل. إيه ورفع العلم. نعم. تحط ميدالياتك مع بقية الإنجازات اللي حققتها. تكلم في صعوبات، دائما مباريات تكون صعبة وبطولات صعبة، إذا بنتكلم عن أصعب بطولة خاضها كابتن طارق وأصعب مباراة لعبها؟ أصعب بطولة كانت في بطولة فيرجينيا مع لاعب روسي. نعم. بالنهائي كنا يعني قاعدين نلعب من بداية من 1 لـ15، هو لمسة وأنا لمسة، هو لمسة وأنا لمسة، لغاية ما وصلنا 14-14. نعم. فبعدها خلاص يعني لازم الحين خبرتي تشتغل وخبرتي تشتغل. نعم. الحمد لله أنا حطيت تحضير مع نفسي شو اللي بسوي. نعم. صارت ما صارت يمكن هو يكون الأفضل، الحمد لله حطيت تحضير مع نفسي وطبقته، والحمد لله خذيت البطولة. طبعا يعني خبرة طويلة ومسيرة طويلة. أيضا كابتن طارق، أخيرا بنتكلم عن يعني الظروف، بعد دائما كل لاعب في أي لعبة في ظروف تمر عليه يعني تعيق المسيرة اللي أو تعيق الأهداف اللي تحقيقها، شنو أصعب الظروف اللي مرت مع كابتن طارق يعني عاقت أنه يحقق أهدافه بسرعة او بالوقت اللي كان يفترض يحققها؟ شوف، هذا كان المفروض انه يعني بطوله اولمبياد بكين كنت متجهز تجهيز قوي. نعم. وبنفس الوقت تجهيز لرؤيه حق وجودي بمنصه التتويج باي الميداليات إن كانت، سواء ذهبيه او فضيه او برونزيه. نعم. ولكن كان التجهيز بوقتها ب 2008 كان تجهيز ما كان يليق في المعسكر الحدث وكذا. نعم. كان يعني مثل ما تقول ما حققنا النتيجه اللي نبيها بسبب الظروف اللي حصلت معانا في معسكر 2008. نعم. كل واحد عنده احلام يرسمها ويبحث انه يحققها، وانت ما زلت يعني قاعد تلعب، ولكن ان كان هناك حلم كان يراودك وحققته، وان كان ايضا هناك حلم لا زال كابتن طارق يبحث عنه.
والله شوف الحمد لله الله وفقني في مشاركتي مع مدربي وزوجته في الولايات المتحدة الأمريكية في بنسلفانيا في فتح أكاديمية خاصة بالمبارزة لتدريب اللاعبين دول العالم واللاعبين في الولايات المتحدة الأمريكية في منهم كويتيين. وإن شاء الله تم الحمد لله صدرنا رخصة تجارية أن نفتح إن شاء الله الأكاديمية فرع ثاني بالكويت تحت مسمى أكاديمية طارق القلاف العالمية للمبارزة إن شاء الله، وتم الترخيص لها وتم عمل توثيقها في الجهات الرسمية بالكويت، وإن شاء الله قاعدين نتجهز بالفترة القادمة إن شاء الله لبدء وضع فيها الأدوات ونتجهز حق افتتاحها إن شاء الله. ممتاز. طبعاً أكاديمية تحمل اسم كابتن ونجم كبير طارق القلاف أكيد راح تكون متميزة، وهذه أيضاً إضافة لرياضة المعاقين أيضاً للكراسي المتحركة. أعزائي المشاهدين مستمرين مع النجم طارق القلاف ولكن بعد هذا الفاصل. طبعا لو بتكلم عن طارق القلاف اخوي الاصغر الى ان اوصل النهايه راح اخذ وقت طويل، ولكن باختصار اخوي طبعا عشت وياه من هو صغير وحاشا مرض الشلل وشلل كامل الى ان الحمد لله بعد سوينا له علاج طبيعي واهتمينا فيه وصل لهذه المرحله، ولكن اعاقته ما خلته ييأس من رحمه الله. رحمه الله واسعه وبدا يشد حيله ويوصل للمواصيل اللي وصل حقها، والحمد لله تابعنا بطولة بطولة حقه وكنا نشجعه. ومن المواقف اللي حاشتنا طبعا كونه هو ما شاء الله عليه قشمرجي ومرح في حياته، اللي هو شاف بوبشيرة مرة على الطوفة وقال أنا والله هذه بوبشيرتي، أقول له شنو بوبشيرتك هذه؟ فالحمد لله طارق دائما سباق برفع علم الكويت عالي واسم الكويت، والحمد لله رب العالمين. رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين من جديد مع النجم طارق القلاف. طارق يعني ما شاء الله إنجازات وعطاءات، وتكلمنا عن يعني طريقة طارق في تحضيره للبطولات، ولكن إذا بنتكلم عن يعني بالنسبة حق رياضة المبارزة تحديدا لذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين، هل تشوف أن في توجه في البلد هنا عندنا بالكويت لاحتوائهم لدعمهم، أم أنه يعني محتاجين أكثر من ذلك؟ لا شوف اللعبة موجودة، لاعبين موجودين، المبدعين موجودين، لكن يحتاجون إلى فكر إداري جدي يعني يكون يعني دقيقين في التعامل معهم، بنفس الوقت إنه يكون وفي لهم الأشياء اللي توصلهم إلى النتائج. يعني من أنا أقعد في مكان في مدرب وفي مثلاً خامة طيبة يعني لاعب، يعني من الخامات الطيبة وما أحصل على نتائج، هذه مشكلة كبيرة لازم يتعالج الخلل بسرعة. يعني لازم يكون المكان المناسب في التجهيز المناسب حتى انه يوصل للعالم، انك انت قاعد تمثل دولة ما قاعد تمثل مثلا شيء يعني سياحي او شيء مثلا تسلية وتمشي. صحيح. طبعا يعني مسؤوليه بتمثيل الكويت، والكويت دائما غاليه علينا، ولكن نتكلم عن يعني اماكن التدريب، هل تشوفها اليوم عندنا بالكويت مجهزه بالمعدات المطلوبه بوسائل الامن للاعبين خاصه وانها يلعب لذوي اعاقه يعني وعلى الكراسي، هل تشوفها وفق نقول التطور وفق الطموح، وأم محتاجين أفضل من ذلك؟ لا بالعكس، يعني أكيد إحنا نحتاج أفضل من ذلك. يعني الآن في صدد يعني المفروض إنه يكون في دمج مع الأصحاء. يعني مثلاً اللعبات الفردية تتجه إلى الأندية الموجودة بالكويت، مثال عربي، القادسية، الجهرة، الساحل، الخيطان، فيحيل. يعني أي واحد من ذوي احتياجات الخاصة بإمكانه إنه يلعب بالنادي. هذه الأندية. أي بهذه الأندية وشارك يعني بطولات مع نفس اللي قاعد نشوفه في الاتحادات العالمية. يعني أنا لما أروح بطولة مثلاً أشوف مثلاً منتخب فرنسا. تمام. أشوفهم موجودين بس كل واحد له مدرب، مع إنهم مدرب واحد، هذا بس من هالنادي وهذا من هالنادي. وبعدين بالكويت إحنا ما عندنا اتحاد، عندنا نادي.
نعم. اللي هو موجود بالكويت اللي أنا قاعد أشوفه هو النادي الكويت الرياضي للمعاقل، هو نادي وليس اتحاد. نعم. فبالتالي مثل ما تقول بإمكان أن أي واحد ينسب يروح ينتسب حق أي نادي بالأندية. نعم. ويعملون حق إن هم يصير موافقات رسمية بالدولة أنهم يدمجون نفسهم بالأندية الموجودة، ما يحتاج إني أنا أتوجه حق نادي كله في مثل احتياجات الخاصة حتى إني أنا اندمج لازم بالمجتمع. نعم. كابتن طارق، إذا بنتكلم عن هذه النقطة بالذات، الدمج ما بين رياضة المعاقين والأصحاء، مدى تأثيرها على اللاعب، نقول المبارزة تحديدا في الكراسي المتحركة؟ بالعكس، تأثيرها إيجابي، وأنك أنت تختلط مع الأصحاء من مختلف الستايل، من مختلف المستويات. نعم. تأخذ فكرة أكثر، وبنفس الوقت أنك أنت تقوي تنمي من قدراتك، بنفس الوقت تقلل العبء على الدولة أنك أنت ما تروح معسكرات خارجية. نعم. بنفس الوقت أنك أنت تكون متواجد ببلدك تدرى وتطلع بس فقط للبطولة. نعم. اللهم إذا كان مثلا في يعني مشاركات مثلا تحتاج أنك أنت تكون متواجد في المعسكرات الخارجية بحكم الأجواء، ممكن كنت يعني تروح لمعسكرات، لكن سياسة الدمج المفروض يسوون فيها بسرعة. كابتن طارق، يعني أنواع نقول السيوف وأيضا البدلات المستخدمة في المبارزة المعاقين، هل هي مختلفة عن الأصحاء من ناحية الوزن، من ناحية أم نفس البدل، نفس السيوف؟ نفس كل شيء، البلابس، الأدوات، القانون، الفحص، كل شيء، ولكن اللي يفرق إن إحنا بالنسبة حق الويلتشير له قانون معين، ولأن مسافة معينة، لأن ملاعبنا الخاصة. وبنفس الوقت بالنسبة للأدوات والملابس كلها نفس الشيء، اللجنة الفنية لازم تخضع حق اللجنة الفنية قبل اللعب بيوم أو ساعات، أنك أنت تختمها من اللجنة الفنية حتى تكون هي فعالة ومعتمدة من الاتحاد الدولي أنك أنت تشارك في البطولة، أنك أنت تكون في السيفتي يعني. نعم. تنوع الأسلحة في لذوي الإعاقة، هل نفسه هو التنوع في للأصحاء اللي هو الإبي والسابر وأيضا فلوري؟ اي نعم، نفس الشيء. انت وين يعني؟ انا العب ثلاثة. هل بديت بسلاح معين كان ومن ثم توجهت لأحدهم؟ إيه نعم. يعني ركزت فيه اكثر؟ اي نعم، شوف انا لعبت طبعا تأسست في لعبة فلوري البداية، وبعدين تخصصت في لعبة اللبي، وبعدين خلاص بديت العبهم الثلاثة، ثلاث لعبات، ما زلت العبهم ثلاث لعبات ان شاء الله. يعني هذا يعتبر ايضا انجاز اخر. كابتن طارق، الحديث معك شيق وإنجازاتك عديدة، ونحتاج وقت أكبر، ولكن دائما نصل للختام والنهاية، وتكون الكلمة لنجومنا من خلال برنامج سبورت ستارز، لمن توجه الكلمة؟ والله الكل أقوله كل عام وانتم بخير إن شاء الله، ودعواتكم إن شاء الله للبطولات القادمة، ووقفات أهل الكويت المعتادة إن شاء الله تحقق نجاح حق بلدنا الكويت وفرحتها إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كنا مع مفخرة للكويت ونجم من نجوم الكويت، سطع نجمه في المحافل الدولية والعالمية، الكابتن طارق القلاف. إلى أن نلقاكم مع نجم آخر عبر برنامج سبورت ستارز، نترككم في رعاية الله.